وأثار اكتشاف هام في ملابس وجدت ضمن قبور الفايكنغ على مدى 100 عام جدلا واسعا بعد العثور على أدلة تلقي الضوء على إمكانية وجود اتصال بين قبائل الشمال والإسلام القديم. واكتشف الباحثون في جامعة أوبسالا بالسويد وجود ملابس مطرزة بخيوط من الحرير والفضة تشكل كلمة الله، وذلك في قبور تعود للقرنين التاسع والعاشر، حيث كانت تشكل الزي التقليدي لمراسم الدفن. وتم تفسير وجود مجموعة من القطع الأثرية الإسلامية في مواقع الفايكنغ كدليل على عمليات النهب وكذلك التجارة في تلك الحقبة، ولكن يمكن أن يشير الاكتشاف الجديد إلى احتمال وجود روابط أعمق بين الثقافتين. وكان الباحثون يفحصون بقايا أزياء الدفن التقليدية الموجودة في قبور الفايكنغ عندما اكتشفوا وجود بعض الأحرف الكوفية المنسوجة بدلا من أنماط الفايكنغ التقليدية. وتجدر الإشارة إلى أن الحروف الكوفية كانت موجودة خلال عصر الفايكنغ في الفسيفساء على أثار القبور والأضرحة في آسيا الوسطى، وعثر على نقوش تشكل كلمتي الله وعلي في الملابس التقليدية التي وجدت في قبور الفايكنغ ضمن مواقع مثل بيركا ومنطقة غامالا أوبسالا في السويد. وبهذا الصدد قالت أنيكا لارسون الباحثة في علم الآثار النسيجية بجامعة أوبسالا: يفترض أن عادات الفايكنغ في دفن الموتى تأثرت بالإسلام وفكرة الحياة الأبدية في الجنة بعد الموت. ودرست السيدة لارسون في بحثها السابق الانتشار الواسع للحرير الشرقي في القبور التي ترجع إلى عصر الفايكنغ في الدول الإسكندنافية، ووجد الحرير في ملابس الدفن ضمن مقابر القوارب إلى الشمال مباشرة من موقع بداية العصر الحديدي غامالا أوبسالا أكثر بكثير من الصوف والكتان. وتشير تحاليل المواد وأولية النسج والتصميم إلى وجود أصول فارسية قديمة وتصاميم تعود إلى وسط آسيا. وتقول لارسون: مكتوب في القرآن أن سكان الجنة سيرتدون ملابس من الحرير، ما قد يفسر الانتشار الواسع للحرير في قبور عصر الفايكنغ. الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف قطع تعود لعصر الفايكنغ وتحمل دلائل على ارتباطها بالإسلام، ففي مارس عام 2015 عثر على خاتم أثري في مقبرة قديمة من عصر الفايكنغ يحمل نقشا بالخط الكوفي لكلمة الله عمره أكثر من 1000 عام. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.